نروح نشوف أهم مقيل عن النادي الأهلي في الصحف النهاردة. الأهرام: غضب داخل الأهلي رغم الفوز على وفاق سطيف الجزائري، جلسة عتاب بين اللاعبين باستاد السلام، وصدمة في الجهاز الفني لإصابة معلول، خسارة كبيرة. الأخبار: الأهلي الأفريقي واصل مشوار استرداد الأميرة السمراء، مخاوف من الإصابات في مواجهة الجزائر، وكارتيرون يحذر من فرحة الفوز. الجمهورية: الأهلي يستعد للاتحاد وأزمة مباراة الداخلية تشتعل، كارتيرون يحارب استهتار المحاربين. الأهرام المسائي: الأهلي غير مطمئن، كارتيرون لاعبيه هدف مواجهة سطيف لا يكفيان للنهائي، وأخشى أن ندفع ثمن الفرص الضائعة. الشروق: كارتيرون: الفوز على وفاق سطيف لا يعني الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، كان بالإمكان مضاعفة النتيجة، منحنا السيطرة للمنافس في الشوط الثاني، وحزين لغياب الجمهور. الطوسي: الارتباك سبب تراجع الأداء في الشوط الأول، والأهلي يجيد اللعب خارج أرضه. الشروق: الأهلي يسعى لخوض نهائي دوري الأبطال على استاد القاهرة، مرجان نتواصل مع هيئة الاستاد باستمرار، وننتظر انتهاء أعمال الصيانة للحصول على الموافقات اللازمة. علي درويش: استضافة الأهلي والزمالك رغبة مشتركة مع الأمن والأندية، ونسابق الزمن لإنجاز المهمة قبل النهائي الأفريقي إن شاء الله. المصري اليوم: التاريخ لا يكذب، الشباك النظيفة وسط الأنصار تمنح الأهلي بطاقة الترشح للنهائي الأفريقي ومعانقة اللقب إن شاء الله. اليوم السابع: عوامل تضمن للأهلي صدارة الكرة الأفريقية حتى 2023، تحصين باتريس كارتيرون بعقد طويل الأجل، يحتاج قرارا سريعا، النزول بمتوسط الأعمار، وفتح سقف التعاقدات في الانتقالات الصيفية لجذب المواهب الجديدة. المساء: الأهلي يغلق الصفحة الأفريقية واستعد للإسكندرية، الفريق يعود لسباق الدوري بلقاء زعيم الصغر الأحد المقبل. الأخبار المسائية: الأهلي يرفض الاحتفال، الفريق يغلق الملف الأفريقي مؤقتا استعدادا للاتحاد. والوفد: خطاب عاجل للفيفا للحصول على غرامة كلوبالي، الأهلي يجدد عقد مؤمن خلال ساعات، وكارتيرون يعنف أزارو. الدستور: مؤمن يجدد عقده، والجبلية طلب حكام أجانب قبل المباراة بعشر أيام، معلول ومحسن غيبان عن إياب نصف نهائي أفريقيا، وعاشور يلحق بالفريق بعد مواجهة الاتحاد. الجمهورية: بعد قرار إسناد مباراته لتحكيم خارجي 8 ملايين جنيه، تكلفة الحكام الأجانب للأهلي.